ممكن تقول عن طريق زي ما انت قلت كارث او حصل you خلاص. تاني حاجة according لل
انترفيو بيشارب وهيبقى بيبدا يقعد مده طويله من شورت ديوريشن شورت ديوريشن ممكن يبدا مفاجئ رابيد اونست صح؟ ايه نوع السيلز اللي بتخرج في الحاله في الاكيوت؟ نيوتروفيل هي الاكيوت انفلامات سيلز النيوتروفيلز او الاسم الثاني بتاعها كولي مورف نيوتروفيلز مش عارفه الاسم خلاص؟ طب في حاله الكرايت اخبار الالم بسيط جدا ده حاجه مزمنه يعني الجسم قاعد بيتغلب عليه فممكن يبقى الدال بين او ما يبقاش فيه بين اصلا صح؟ ويبقى جراديوال انست تمام؟ وبياخد لونج ديوريشن ممكن البيشنت يقعد معاه سنين وايه نوع السيلز اللي بتخرج فيه؟ اللي هي الماكروفاجز وبلازما سيلز ولينفوسايتس ما انساش ابدا لا الليمفوسايتس ولا البلازما سيلز بتشكل الرقم خلاص؟ طيب هندخل نعرف اول حاجه اللي هو الاكيوت بلفايتس عشان اعرف الاكيوت والكرونيك ابقى مركز فيه في سحنين رايح جاي الحاله ممكن تبقى اكيوت تتحول لكرونيك وممكن الحاله كرونيك تتحول لاكيوت ايه الشرط اللي يحصل كده؟ في بالانس برافو عليك ما بين الايميت والفيريز اوف مايكرو اورجانيزم قوه المايكرو اورجانيزم تخيلوا كده لو المايكرو اورجانيزم هي القويه والمناعه بتاعتي هي الضعيفه الحاله تبقى اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت برافو عليك البكتيريا اقوى من الجسم لكن لو العكس الايميونيتي هي العاليه والبكتيريا هي الضعيفه الحاله هتبدا كرونيك ممكن الحاله كانت تبقى كرونيك تتحول لاكيوت لو لاي سبب من الاسباب البكتيريا قويه جدا او بادي ريزيستنس بتاعتي قلت فالحاله كانت ممكن تبقى كرونيك تتحول لاكيوت او العكس ان البكتيريا ضعفت لاي سبب ومناعتي قوي تتحول من اكيوت لكرونيك عشان كده بقول ان الاكيوت والكرونيك سهمين رايح جاي بيعتمد على الفيروس اوف مايكرو اورجانيزم و البادي ريزيستنس او الايميونيتي طيب انا بتكلم على الاكيوت والكرونيك ممكن الحاله تبدا اكيوت وتتحول لكرونيك ممكن الحاله تبقى كرونيك وتتحول لمين؟ لاكيوت على اساس ايه؟ على اساس المدلل العام اللي هي قوة البكتيريا ومناعة الجسم. لو البكتيريا بتاعتي قوية قوي ومناعة الجسم ضعيفة الحالة هتبدأ أكيوت، الجسم مش قادر يتغلب عليها، هيبقى سيفير بين بقى وكل الكلام ده. لكن لو الحالة كانت المناعة بتاعتي هي القوية والبكتيريا هي الضعيفة، يعني الجسم أقوى من البكتيريا، الحالة تبقى كرونيك، يعني الإنسان ده ممكن يعيش مع مرض وفضل. يبقى الحالة أكيوت وكرونيك على حسب الاثنين دول، فيرنس. مايكرو اورجانيزم وتاني حاجه بادي ريزيستنس مين اعلى من مين هعرف ان الحاله بتاعتي ان كانت اكيوت او كرونيك في اي مشكله؟ طيب اكيوت بلفايتس الايتيولوجي السبب الكوز بتاعنا ممكن الحاله تبقى بروجريشن من فوق البرشور البلفايتس اللي كانت هايبر هايبرينيا ما عرفتش هي ايش وتحولت لاكيوت بلفايتس او الحاله كانت كرونيك وتفاقمت فبقول ان حصل حاجه اسمها acute exacerbation of chronic pulmonitis. Acute exacerbation يعني الحالة كانت chronic pulmonitis وحصل لها تفاقم اتحولت لacute. يبقى الايتيولوجي بتاعنا يا اما حصلت pathology للبروجريشن of focal reversible pulmonitis او حصل acute exacerbation of chronic pulmonitis. الacute exacerbation اللي حصل ايه؟ ان pulmonitis اختلف. الفيرنس في مايكرو اورجانيزم عالية والبادي ريزيستنس بتاعتي
لوحده يبدأ لوحده أو يبدأ مع stimulus especially cough لكن يحصل له continuous after removal of stimulus يستمر بعد ما بشيل الستيمس. حاجة كمان بيقول إن الألم بيزيد وأنا نايم وأنا lies down. ليه بيزيد الألم ده وأنا نايم؟ عشان هارد كنترول. برافو عليك. لأن البلاد فلو لما بيزيد بيزيد البلاد فلو فبيضغط على التيشوز وبيضغط على النيرفز فبيزيد البين. احنا البالف المفروض الاكتيف البالف سي ايرلي وليت من بس هما داخلين عندكم في بعض. في الليت ستيج ليه بيقول لك لا يا دكتور انا بحس بألم كتير ده بيصحيني من النوم. يجي لي بيشنت يقول لي انا عندي ألم بيصحيني من النوم باكتيف البالف بس. خلاص؟ يبقى البيشنت في الاول ما عنده شارب بين يبقى عنده بين ممكن ينشيت سبونتينيوسلي او يبدا مع ستيمولس سبيشالي الكولد خلاص والبين ده بيحصل continuous after removal of stimulus والبين بيزيد لما البيشنت lies down وفي الليت ستيج ان البين ده ممكن يصحي البيشنت من النوم. تمام؟ دي كلها دي clinical picture. عشان اعمل اختبار للقلب في حاجه اسمها electric thermal pulse testers. ايه electric أو thermal pulse testers؟ ده حاجة كده اتنين الكترود. الكترود كده بحطه على السنة والتاني في جهاز معين ويقراني. ففي ليفل معين للقراية. لو لقيت إن الريسبونس at low level يعني الباب داون انتبه جدا مش قادر بمجرد ما حطينا الالكترود ريسبونس at low level يعني ده indicated يبقى معنى كده إن الليجن ده لسه acute. إن الباب بايتس قوي لدرجة انتبه لمجرد ما أنا حطيت الالكترود حصل ريسبونس. يبقى حتى الاكتيف بايتس لما بعمل الثيرمال باب تيست بلاقي ريسبونس at lower level. دليل إن هو severely irritated وده acute. خلاص؟ طيب خلصت الكلينيكال بيكتشر هدخل بقى في الهيستوباثولوجي تحت الميكروسكوب. ده اكيوت بالفيروس وقلنا ان المقارنه ما بين الاكيوت والكرونيك دي سيلز دلوقتي بتخرج كان اسمها ايه؟ كان خرج يبقى معنى كده اكيد في بكتيريا او انفكشن مثلا جوه الفيروس. يبقى اول حاجه عندي البطل بلاستيك لاير تلاقيها ايه؟ لا طبعا يبقى هيبدا يحصل destruction للأودونتوبلاستيك لير. تاني حاجة ده inflammation هيحصل ايه؟ vaso dilatation للblood vessels أول حاجة تخرج لو الانزيفيت ودلوقتي ده acute يبقى مين اللي هيبدأ يخرج برضه من blood vessels؟ الأكيوت inflammatory cells اللي هي اسمها neutrophils أو الاسم الجيني بتاعها polymorph with the leukocytes اللي هي BMLS. خلاص؟ طيب يبقى من غير ما تنزل على الاقل عرفت ان في فازو دايلاتيشن حصل بتزود الاكزيبيتس وفي اكتيف انفلامات حصلت كده وحصل ديستراكشن لمين؟ للاودونتوبلاستيك لاير. هو انا دلوقتي في سيلز خرجت وفي بكتيريا، البكتيريا عايزه تتغلب على السيلز عشان تعدي وتاخد انفكشن للبارت كله والسيلز بتاعتها عايزه تجيبها وتخليها لوكالايز فبيحصل زي الحرب بالظبط. جزء من السيلز بتاعتي تموت وجزء منها يعيش فقلت ده ليفل نيتروفيلز جزء من البكتيريا تموت وجزء منها تموت ده ليفل بكتيريا. وطبعا فلويد اكسبيت اللي راحت اول حاجه التشو دافري. التشو دافري اللي جت نتيجه ايه؟ قال ان النيتروفيلز لما بتموت بتطلع بروتيريتيك انزايمز، الانزايم دي بتكسر او بتعمل نيكروزس في التشو. المكونات اللي انا قلتهم دول دي ده البص الصديق. يبقى الباس ده بيتكون من ديدا ليفين بكتيريا ديدا ليفين نيوتروفيلز تيشو دابري وفلويد اكزيبيتس. خلاص ليتر اون هلاقي ان في نيوتروفيلز كتيره محوطه لي الباس والمشكله اللي حصل دي بقول عليها
the living bacteria. Thank you.
years. الأسباب الشروط الأربعة اللي تخليني البعض بدل ما يحصل
vascular. Yes, highly vascularized. Can you share a little picture? Why you can see the giant, you can move in a little bit. Crown pool or a structure. Fish? Or what's the name of the fish pain? Thank you.
the elements committed to being carried by the salah. خلاص؟ يبقى دي استوصال جديد ما فيهوش أي كلام كتير، لأن هو قاعد في الجراديشن دي شوية في الكومبوننت بتاعتها، وإن الإيجن ده كفرد بالسيرتيفايد سكوينز الدنيا، وعرفنا إن السورس بتاع السيرتيفايد سكوينز في سنين غير 200 أسرة. من ال adjacent gingiva أو carried by saliva from the squamous epithelium of our Cool. Cool. Cool.